شا ولا شوية وليد؟ شوي 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 اسمع على الاقل من فوق الستة سبعة. لا انت ما تجيبش تتكلم في المسألة هذه خاطر انا ومثلا تقريبا تقريبا عناش بعاد على بعض في العمر. فهمتني؟ بلك شيء تطلب. ما هو قلت لا قلت ما تفهمتي تو بعد عشرة طويلة وعشرة كذا فهمتي تقل شوية المكالمات وكذا ناسي مثلا توا تبدأ المكالمات صحيح توا تبدأ التليفونات كل ساعة كل وين وين تلقى شوية وقت يزمك تتكلم. لا عايشك مثلا برافو سفيان. برافو سفيان بارك الله فيك. صح تفضل. انت قداش مره سفيان؟ سفيان رحمه بابا على الاقل 15 مره. اي قداش من مره سفيان تخرج انت ومرتك راس راس في العام؟ قداش من مره بعد الزواج راس راس صحيح صحيح الطالبين برشا ولا نخرج شويه؟ لا والله نخرج ولا نخرج مع الاولاد نخرج وما يخرجوا الصغار والله رانا ساعات نخمو نقولوا نخلو ما يعطيكمش ما يعطيكمش قلوبكم. قلوبنا ما تعطيناش شكون يعرف يطيح شي ونخليه شي غادي يخرج ما يتلاهوش باك. اي صحيح ولا قدام عيني خير والله يوجد هذا جو جو فاهم بيونس انت والصغار وكذا ومنا بلال لوي والله ما حليك ليش يا اخي والله نخزلك انت ونضحك شوف تتكلم ولا مش سامحني يعني سفيان يضحك بلي لحظه بلي مطرح حل لي وليدي يضحك علي حل لي نفسيا حرام سفيان يحكي والسعد يغزل بلال ويضحك فهمت شالي يعني هل هو شخص ليش مدخل استهزاء سفيان يحكي سفيان مدخل بلال سفيان في الضفه نتاعي نسمعوا نسمعوا مقابلني هذاك ش مدخل بلال يغزل ويضحك مقابلني خاطر هو بلال في في يقين صحيح. كل واحد فيهم ريتا انت تسال سفيان تسالني انا وديما تنتظر الشيطان مش يتكلم بلال قداش من مره في الجامعه تبعث مساج حب لمرتك؟ برشا مرات. قداش مره قال لك؟ برشا قداش؟ اي ما برشا مرات برشا برشا ما في النهار برشا مرات سامحني سي مثلا ديما مو قال لك برشا ديما نحن ما عندناش مشكله ما عاد عندي واحد والله سي مثلا ولا تقول لا لا اجي نقول لك سفيان هو لحظه لحظه سفيان شنو لاحظت بالحق ولا يغلط يسمع ولا كيف لا هو يحب يستفز بلال اي لا ما لقاش الدخل لا حبيت برشا 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 سي سفيان مع احترامي ليك ومحبتي ليك وانا وياك فرد عمر وعجبتني في الاطار هذاك كي تقول برشا مش جواب هو قال له قداش قداش من مره نقول لك علاش انا يلزم يلزم يقول ثلاثة اربع مرات خمس مرات وعندها ها نقول لك علاش قلت لك برشا خاطر انا في الحب ما نحسبش مع مرتي مش كيفك انت تحسب 15 مساج 10 مساجات انا ما نحسبش شكون شكون زوجتي انت نزار قباني يجيب ايه؟ محمود درويش تفضل راني دخاني راني منين دور الدور والله نقعد معك 15 سنه خليه يجاوب تو بلال احنا حب راشد حب جميل حب متوازن حب مكلوف مش حب نتاع مراهق انا حنقول لك زوج صغار مازال نحب نقعد والله يعطيك الصحة والله موضوع مهم كثرة المساجات فحليت يا يغير يا مش قايم بواجبه يحب يغطي على حاجة يحب يغطي على مشكلة المشاكل المساجات صدق ولا تصدق في علم النفس دليل انه قاعد يعمل في حاجات اخرى لبرا باش يطمنها المبالغة المبالغة معناتها يولي العبد اللي حاقر مرته هو خير مش حاقر شوف المبالغه في الشيء قلتها لكم المره اللي فاتت تنطع المبالغه في الشيء اذا بلغ الشيء الى حد ثم حاجات وصل الى ثم حاجات انتقل الى ثم حاجات شخصيه ما نجيبش نحكي لك فيها واضح ولا يلا نقعد فرد موضوع يلا صح وليد الفوزي تو ايوه وليد معنا ولا نسينا فرد موضوع وليد قداش من مره تخرج في الروج في الشهر؟ في الروج قداش مرة؟ أي. مرة 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 ندخل ومرة نخرج مطران قداش من مرة يجيوك ميساجات إعجاب في النهار على فيسبوك؟ باش ما نبلغش صدق ولا تصدق في حدود 100 مساج شو؟ يوميا برسك يوميا فتيات وفما الناس ما نحبش نرد عليهم اللي مش حاط تصويرته الغديك ما ردش عليه انا شنو نقول بارك الله فيك وشكرا يعطيكم الصحه محبه اخوه محبه واحد انا افهم من مية قداش ترجع قداش نسبه ترجيعك للمساجات نرجع كي نلقى الوقت نرجع حتى على الكل احتراما فيهم الا باش يقدرك تقدروا وانا صبع يضيع في العيد نرجع للناس الكل ونكتب كل عام وانت حي بخير وبارك الله فيك ما نعرفش حتى فين هذا يوجعني توا يوجع فيا
وليد احترم الناس يعني 2800 في الاسبوع وليد إيه ما شاء الله الاسبوع هذا يا بلال قاس ياس انتخابات بلال انت زاد ما ترايدك على تعليق لا لا انت ضافك فيك زاد انا احترم بلال لا وجه الاثاره بلال بلال عجبتك الحكايه لا وجه على اثاره في بلاي صخره عجب نوفل بالله اللي تبتدى حب أخوي وكيزي من الكلمات الصفصخة احنا سنة سنة الرجل يعني حب الأخوي احنا سنة النضج يا بلال سنة النضج سنة النضج ما عادش خلق لا لا سنة النضج فما راجل مثل سنة النضج عجاب الفكر ما ترانا تو انا حبيت منعك سنة أزمة الخمسين معروفة لا يا معروفة الرجال 80% من الرجال يتزوجوا في الأخرى في الخمسين شنو النضج يا سي ما ترانا احنا خمرنا النضج الكعبة تولي هكا ما شاء الله معناتها نرجع ناوي ناويك خمر ناكل في الصندوق نرجع اسمع اسمع بدي اخزر لي انا انا احترام للعشرة اللي بيناتنا باش نحاول نصدق كلامك وكلام ما ترى تاع كبرنا وهترنا وكبرنا واش بلال واش صحيح بلال واش صحيح يعني تحب تقنع ما قلت نصدق يا بلال مش قلت نحاول احتراما صدق بارك الله فيك صدق هاني عم روحي مصدق هاني عم روحي مصدق لا سفيان ما عنده ما يخبر لا يعني فما انسان يخلط العمر معين توصل العمر معين ويولي ما عادش يزوج تشرب في اربع دويات بالليل ليش ما زلت والله العظيم حتى نفسني نفسني هيك نشوفه من الدويات فوق الواحد نفسني نتخلق اي اللطف عليك راهو ما خيرش من الصحه وش ربي يعطيك الصحه بليل بليل الاحساس نتاع راهو هذا عندك دواء افي ما خيبو برشا وليد يلا نجيوز قداش من مره مرتك تطلبك يا وليد باش تفكرك في قضيه هي عطاتك قضيه باش تقضيها النهار قداش مره تطلبك تقول لك ما تنساش انا نقيد قبل ما نخرج وي تعمل ورقة؟ يا ورقة يا في التليفون شفما أكثر حاجة نفد منها كي نخلط تقيد الخدمة ساعات خاطر ساعات زبينا نقيد الخدمة بيان سور لا نقيد أما نقيد باش خاطر أنا نجم ننسى سبحان الله بليل قداش من مرة تعملت لك والله عندك الحق يا بليل كي قلت نوعد ساكت خير ولا نقيد الخدمة صحيح خلي اسكت نحبوا الواحد يوم ويجي ويلزق يا سفيان أنا سألته تقيد الخدمة تقيد في الأوراق تلوحوا ما عندكش بلوك نوت أنا سألته تقيد الخدمة باش يجاوبني تقيد وتكون جواب مهزلة ونتعدى مش كل حاجة بليل قداش من مرة مرتك تعملك تليفون كي تبدأ سهر سهرية مع أصحابك والله حقيقة ماكس تليفون ماكس إذا مش بالمساجات وينك ولا خاطر منك أنا ما عنديش أكيد نقول هني في البلاصة الفلانية واضح ما عنديش مشكلة في الحكاية هذيك نورز قداش من مرة في النهار كي تبدأ على علاقة مع شخص قداش من مرة في النهار تطلبوا تشوفوا وين خلني نفهم نور نرجع نور زشنية طبيعت هاي مراجة مش مراجة انا ما نحبش كوني مرجلي مرجلي كبتي معناها دونك انا ما نمرش حد دونك مره واحده انا ما فهميش علاش معناها سي بون راني في كذا فما الصباح وفما العشيه لا لا الصباح كي نمشي باش نجي نخدم لحظه برك كي نجي باش نجي نخدم اوكي كذا هاني في الكذا نعرفك في الخدمه كهو ما فهميش علاش وكي روح السته وين ماشي مره في النهار ومن بعد ما تران بالله انت الكبير سنا وخبره فهمتي ولا فينا فهمتي ولا تصور يعني انت مرتبط بمراه مثلا ما تكلمكش برشا ما تسالش عليك برشا تقول لك اسمع على تمريج لنمرجك هل تحسها ان تحبك بصدق ما مش دليل محبه صحيح الغيره واضح ليش حبيت هذا ايش حبيت تقول مطران لو جيت استاذ عربي شكون من تلامذتك تعطيه صفر ما غير ما تقرا ورقته سعدي سفيان ولا وليد لا جواب قاطع ومباشر هذا قانون الله دون مبرر لا صفر اقصيته من الحياه جمله ما نعطيش صفر ارجع الميكرو ما اعطيته صفر ما نعطيش صفر شكون واحد يمشي لا باش تحرجني والله ما فيش احراج يا ولدي انت مخير ما بين ثلاثه مني سعدي سفيان اول استاذ ميسالش والله انا ما بحبش نظلم وما عنده صور جميله وعربيته قاعده تتطور بشويه بشويه انا نحب سعدي نحب خاطر سعدي موثق تعطي واحد لسعدي مثال نعطيه واحد لسعدي ومثال نعطيك واحد تتطور وجا قرا على اليوتيوب سعدي لا تعطي واحد نقول لك علاش يا سعدي انا ديما نقولها لك عندك الصور عندك الكلمات قاعدين تتطوروا الكل
ممتاز جدا اللي تعملوا فيه راه مثالش واحد باش تتطور مطران ما تفزليش تخرجوني تخرجوني راه بالله ناحيه هو اسمه بشويه بشويه نقصوا من مطران قول ما نجاوبش ما تبدلليش قانون اللعبه ويولي تكون لعبه نقد ولا لعبه شكر مدى قول لا اجيب ونتعادل واحد اخر لا لا ارفع لي الحرج انت لا ما ارفعش عليك الحرج لا نسالك قول لا اجيب بليل لو عيطولك في الكوليج بعد 6 سنين ويقولوا لك بنتك تتكيف نضرب روحي بالكف تعاقبها او تحكي معها نضرب روحي بالكف اول حاجة نعاقب روحي بنت بيسير وبعد يعني تنجل بتصير حاجات وراء الابواب المغلقة مش تنجل مش تصير حاجات وراء الابواب المغلقة النقاش قالوا نقاش مش بك تخسر لي يا سعد انا هو اللي يتكلم تخسر لي انا انت تخسر لي انا مولا مولا انا خسرت والله مش عادل انت تتكلم ويخسر ولا لا انت تتكلم ويخسر مش عنده عمل ماشي وري قديش على يميني لحظه خلينا نحكي قديش على يميني فارغين ما تقعد يقول باش يسكر بيبي يضرب بنته ولا واحد فيكم نجم ينقضوا بجمله هو حر حر في عينك في عينك في بنته وماناش حاضرين احنا نهارك نورز اضرب بيلي اضرب دخلوا في ما قالش نضرب صحيت صوفيا قلت اضرب سكر على الباب وقعد يبكي هو قلت وراء الابواب المغلقه نعرف شنو ينجم يجي فيش تخمين وانا مش جاوب خاطر نجم يصير النجم ياخذ شعول حتى انا با وراء الابواب المغلقه صحيت نورز لو جيت سوبر وومن وفما شكون قاعدين يتعرضوا لبركاجات فرد وقت سعدي سوفيان وليد شكون تمشي تمنع فيهم سعدي سوفيان ام وليد لو جيت مرة شكون مستحيل تقبل الارتباط به بلال سعدي سفيان وليد مستحيل وجاوبني مباشر يا تيرو بلال سعدي سفيان وليد نزك تصر تيرو لا ساعة أنا من من ما نتمناش أن نكون وراء بتاتا ولا أجيب عليه عليه لا 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 ما نحبش أنا نحب روحي كما خلقنا عليه لو كان جيت مرة لا لا لو كان لا لا قلنش كتبدل لو والله وكان قلبت السؤال بالعكس تو نقول لك شنو هو بالعكس معناه أنت رجل شو ما تختار هذا ما جاوب ها قول له ها هذاك اش قال لك اخي هذاك اش قال لك وقال لك انت شكون تختار منك كجيران نساء ما نجيش انا مرأة واضح اوكي سعدي لو جيت مارد وباش تهدي 300 مليون شخص وثلاثة نداوك فرد وقت شكون تمشي باش تهدي له وليد بلال سفيان قليل وليد على الاقل اعطينا 100% وليد شكون مثقف اكثر مطران ولا بلال واضح حتى هذا سؤال بلال شكرا وليد شكرا 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 بالعكس سي سي لا لا والله لا وفيت للتحيه بالعكس تو تلم فيها الحكايه بالعكس انا جاوب جاوب جواب طريف لا لا مش طريف جواب بالعكس انا هو الاستاذ انا كبلال نقول لك جوابك خاطئ وعمري ما نكون يعني في مركز اعلى من مركز سيمطران هو درت علي معناها لا في حضور عمري ما نكون هو موسوعه وقاري كتب قد عمري انا 6 مرات انا الاسم المحجر ليش مجعوله انت مش عارف حبيت في هذاك السنين واحنا ننتبه ولا خدود حسيتنا مش تاع الاسبيين 3 سنين واحنا نفهموا فيك في الاجابات المحرجه هذه جاوب جاوب حاجه لا لا بحق نعتذر أنا بلاست ونعتذر من كل الفريق يعتذر لي نعتذر لي ده هو السؤال واضح أنا شنو هو البليس كي يقول سيمطران لا 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 لازم يكون بليل يلا نمشيو لأحمد فارس الشوط الثاني متى راجي نتفقسي نتيجة 1 بلاش تراجي ب10 ملاعبية يلعب في الشوط الثاني كامل أحمد شنو حوالك في المرة هذيك انطلق الشوط الثاني منذ 4 دقائق هدف مقابل هدف الذي فات تقريبا الهدف تعادل اي في حال هدف التعادل جاء عن اللاعب عن طريق اللاعب ديبي بيرانجي منذ الدقيقه الثانيه في هذا الشوط الاول يعني سيناريو مشابه للشوط الاول الترجي في الشوط الاول سجل في خصامته النادي الرياضي الصفاقسي استغل النقص العددي منذ البدايه في صفوف الترجي الرياضي التونسي مراوغه وانفراد بالحارس وتسجيل هدف رائع من اللاعب ديبي بيرانجي قلت لك الورقه الحمراء والجاهزيه البدنيه هي اللي باش تحكم على نهايه هذه المباراه لحد الان النادي الرياضي الصفاقسي
العلامة علامة التميز في بداية هذا الشوط في توزيع ونوضحها للزادي ويدخل ياسين مرياح يخرج الكرة في الركنية. قلت النادي الافريقي بنفس جديد في هذا الشوط الثاني مغاير على بداية الشوط الأول، نجح في العودة في هذه المباراة. النتيجة هدف مقابل هدف بين الشوطين كما كنت ذكرت قبل بداية المباراة. كان هناك احتفال بفريق أكابر كرة اليد في الترجي الذي تونسي قاموا بالدورة الشرفية أمام جماهيرهم مع التروفي اللي ربطوه في مدينة وهران كتنفذ الركنية، وبوشنيبة يخرج الكرة. إذن ركنية ثانية من نفس الجهة من جهة المدارج الرئيسية. الترجي ينطلق في هذا الشوط الثاني على يسار المتفرج يعني أمين الله من يشوراه لرجل الإفريقي اللي خالي من كل الجماهير ترى. وبالنسبة لي الحارس النجم الإفريقي صبري بن أحسن وراه جمهور الترجي يعني على يمين المتفرج من جهة المدارج الرئيسية. ركنية ثانية على التوالي وصح زيدي ينفذ في القائمة الثانية. يصعد توكاي بعد الكرة بالرأس تبقى الكرة في ملعب الترجي الذي توصي عند لاعب النجم الإفريقي يوسف باشا. يوسف هل في الكرة إلى اللاعب النصراوي علي غرام علي يبحث عن المساندة طويلة باتجاه وضعها زيدي على الرباط الأيسر قدامه بوشنيبة. بوشنيبة يوزع عليه وبيلونجية قدامه توكاي بالرأس يخرج كرة في الركنية الثالثة وضغط أبيض وأسود. خليني أقول دفت السابقي الآن في هذه اللحظات منذ بداية الشوط الثاني التعادل جاء من أقدام زيدي بيرونجي. النادي السابقي يبحث الآن مع هذا الضغط عن هدف ثاني لنفذ الركنية وضع على قصية من رودريكو رودريكيز بعد الكرة لكن تبقى من بشا تمشي مباشرة للعب غربال لحارس مرمى ثوري بن أحسن. صوت واعد كما قلنا في الشوط الأول لكن هل يتواصل بهذا الحماس وبهذا الاندفاع وكيف سيتعامل المدرب كاردوزو مع هذا المعطى؟ يعني تقريبا أول مرة نشوف الترجي في سيناريو مماثل، يعني سيناريو أنه ناقص لاعب يكون متقدم ثم الفريق الخصم يرجع عليه في المباراة. هذا سيناريو ما شفناهش أول مرة. نشوفه الآن رد فعل ميغيل كاردوزو. قلنا ميغيل كاردوزو يعني خلينا نقول عقلاني برشا وبراغماتي برشا في تعامله مع المباريات في قراءته للمباريات. لما يكون هناك تغيير كما شفنا في مباراة سان داونز يانساس ما كانش ناجع وبالتالي دخل اللاعب بوشنيبة. تقول انت بوشنيبة ظاهر ايمن لكن يحطه في مركز اخر اللي هو رواق ايمن اشتغل فيه لكن نزعه الدفاعيه. ثم جاء الهدف اللي رشح الترجي للدوره النهائيه. وهنا نقول الكوتشين وقوه قراءه اللعبه والمباراه. الكاردوزو الان بما له في البنك خليني نقول ذكر ثم محمد بن علي ظاهر ايمن اسامه سيري اللي هو اريال جوش هاني عمامه اكتيال وائل الدربالي اللي منعت اسكب اللي كان يتمتع اذا جمع اول اولو لكن صعيبه برشا. يبقى عنا زكريا العايب حسام غشا واندري بوكيا. بوكيا ينجم يعوض نوعا ما غياب اللاعب اولو اللي خرج بورقه حمراء لكن شكون سؤال باش يخرج هذا هو دونك ننتظروا. مازال لحد الان في الميتونيت ما صار حتى شانجمون ما صار حتى تغيير ما بين الشوطين مازال نلعبوا بنفس التشكيله. خليني نفاش نذكر بعجاله نوفل لو كان تسمح تفضل تشكيله الفريقين. صبري بن احسن حارس المرمى النادي الافريقي محمود غربال على غرام محمد النصراوي وضحى زيدي موسى كونتي فودي كامارا كوامي كونستون يوسف باشا ديبي بيرونفي بركات العميدي ومطالبه بمخالفه ولكن الحكم يقول يعني يواصل اللعب. كان في الترجي العمليه امين الله من نيش في حارس مرمى الترجي رائد بوسنيبه ياسين مرياح محمد امين توكي محمد امين بن حميده روجي اولو خرج ورقه حمراء غينان شعلين حسام القايان ساس حسام ابو كيرا رودريجو رودريجيز هذوما العشره اللي يلعبوا في تشكيله الترجي بنقص عددي تمام لتواجد النادي الرياضي الترجي الذي توصي باش ناخذوا بوسنيبه او لمسه يد يعني الحكم قريبة من بنك فودلاء الترجي في مناطق النادي الرياضي الصيرتي من جهة المدارج الرئيسية. رودريجو رودريغيز يسجي تعليماته للاعبيه بنفس الشيء في الجهة المقابلة محمد الكوكي الذي تنفس السعادة بعد هدف التعادل وقراءته للمباراة لحد الآن بعد في الشوط الثاني ناجحة وناجعة والمعطى بطبيعة الحال اللي هو نقص عددي في مركز دفاع قل دفاعات الترجي مكشوفة لأنه رجع له الريدو اللي كان يقف قدام ياسين مرياح ومحمد امين توكي. وهنا نقولوا اللاعب هذا ممكن ما يبانش في اللاعب نوفل لكن دوره مهم جدا في التغطيه الدفاعيه والتفكير على اللي تكتيكه نتاع الترجي بين في هدف النادي الرياضي الصيرتي. هذا النقص عوض بنسبه كبيره
خروج فوتيني كوليبالي من الترجي وضع زيد يقدم ينصت ممتاز المراه ولكن يخسر الكره بوشنيبا لكن تمريرته خاطئ تمشي لدي بيرونجي هو كذلك يتسرع تمريرته خاطئ ثلاث نوفت خليني صح وخليني صح اللي قلت في الموقع اللي انا فيه ما يسمح ليش انه نثبت لكن انت عندك الحق وسيما سيري تخلي رقم 30 قاعد تشوف توا في رقم اللاعب اذا نعتذر منك وسيما سيري ادخل مكان امين الله محمد امين بن حميد رقم 20 اللي تشوف فيه على ارضيه الميدان وبالتالي هنا تغيير هنا تغيير قلنا انه محمد امين بن حميده كان اصيب في الشوط الاول ممكن اداره الترجي بتونسي خير انه يرجعوا وما يجذبش فيه في هذا الشوط الثاني لحد الان اللعبه متكافئه بعد هدف تعادل اللي احرزه سي اس اس كوره عند الحارس صبري بن حسن للمدافع كوامي كونستون يفعل بالكوره يبحث عن المساندة البيرونجي يضغط على ياسين مريح تاخذ الكره عند بيرونجي تمريرته تقطع من دفاع الترجي ترجع له يتصوب لكن تصويبه بعيده برشا على مرمى الحارس امين الله مميز كان عرض متميز من لاعبي الترجي لاعبي كره اليد واحتفلوا بالتتويج نتاعهم مع الجماهير هنا في ملعب رادس وكانت اجواء أجواء ممتازة أحمد عاود ذكرنا بالتوقيت والنتيجة أنا أتوقع شوط ثاني باش يكون ريتمي أكثر وفي سوسبانس وجو أكثر الحمد لله أنه ترجي والسي اس اس أنا نحبهم زوج جمعيات كي يتقابلوا يعملونا ماتشوات هايلين برشا ذكرني بالنتيجة إذا أحمد فيرسون ذكر ترجي تلعب بعشرة ملاعبية منذ نهاية الشوط الثاني واحد واحد إذا واحد واحد الترجي التونسي بدر بالتسجيل عن طريق رودريكو رودريغيز في بداية الشوط الثاني ديبي بيرونجي يعدل والتوقيت الآن 12 لاعب هنا في ملعب حمادي العميد مرادس في إطار الجولة الخامسة بهذا من حالة التتويج بين عملاقي الكرة التونسية نوف واضح شكرا لك أحمد فارس شكرا لك سفيان دهش شكرا لك وليد الزين شكرا لك سعد زيداني نورز مطران مطران الميكروات شكرا, شكرا لك مطران شكرا اليوم على ضوء المباراة كانت الحصة أو بعد مع سماح زيد أحمد زيد يعطيكم النتيجة على ديوان سبورت نجموا تابعوه الماتش باشتراك في كل المباريات وإلا الاشتراك الماتش هذا برك أينما كنتم تتابعوا المباراة هذه ميرا مقني تقدم الأخبار شكرا رحمة على عداد الإخراج التقني زعبار الإخراج الرقمي من الشبي شكرا أحمد فارس المراسل تو تكملوا معاه يلا تصبح على خير